لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم عاشوراء يوم من أيام الله يحيي الله عز وجل به في قلوب المؤمنين رجاءهم في رحمته والنصر على الأعداء واجتثاث القوم المجرمين. وما أحوجنا وأعداء الأمة في زماننا هذا وفي وقتنا هذا وفي ذكرى هذا اليوم من أيام الله يزدادون طغيانا وإجراما وكفرا وصدا عن سبيل الله وانتهاكا لحرمة المسلمين، والعالم كله ينظر ولا يتحرك. لكن لهذا الليل نهاية، وكما كانت كما كان لليل بني إسرائيل تحت ظلم فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، كان لليلهم نهاية. وقد بدأت النهاية قبل حصولها بعشرات السنين. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإرادة الله في كسر الجبارين وجبر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين سابقة على حصول ما يراه الناس في واقع الحياة. إرادة الله عز وجل سابقة وعلمه سابق، وإرادته سبحانه وتعالى أيضا نافذة وقدرته شاملة. وبدأ الأمر بالوحي إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. تبدأ تربية موسى صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، بإلقائه في اليم في صندوق. إما نسيت أم موسى أن تربطه يوما، وإما أن تيار الماء قد حمله رغما عنها حتى يصل إلى قرب بيت فرعون فيلتقطه آل فرعون. سبحان الله أن تكون تربية موسى على يد عدوه وفي بيته وقصره بإرادة الله النافذة وقدرته الشاذرة سبحانه وتعالى. وكم من يقدر الله عز وجل أن يكون حفظهم بيد من يعاديهم إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. عشرات السنين والأمر يعد. ونشأ موسى صلى الله عليه وسلم في بيت فرعون لحب امرأة فرعون له وموافقة فرعون على أن تحضنه وأن ترضعه أمه الحقيقية وهم لا يشعرون. وما قدر الله عليهم ذلك إلا لأنهم كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ونشأ موسى صلى الله عليه وسلم بقوة ورغبة قوية في رفع الظلم عن المظلومين ومعرفة من شيعته ومن عدوه. أمه ربته على ذلك وعلمته من الولي ومن العدو. وما أحوجنا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة أن نربي أبناءنا على من العدو ومن الولي حتى ولو كنا في سلطان العدو. نشأ موسى صلى الله عليه وآله وسلم في قصر فرعون وهو يعلم أن له شيعة وأن له أعداء. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه.
استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. كانت رغبته في رفع الظلم عن المظلومين قوية، ولكنها لم تكن بالحسابات التي يحبها الله عز وجل، وإنما كانت اندفاعا قدره الله عز وجل، وكان ذلك بوسوسة الشيطان. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل. وإنما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعانه على شيطانه فأسلم. لكن موسى صلى الله عليه وسلم حين قتل رجلا كافرا معتديا محاربا عدوا للمسلمين يؤذيهم ويقاتلهم، إلا أنه لم يكن أذن له في القتال والقتل، كان ذلك من عمل الشيطان، واعتبر نفسه ظالمة لنفسه. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. رغم صحة الدوافع الإيمانية التي كانت عنده من رفع الظلم على المظلومين، لكن لابد أن تنظر إلى مآلات الأمور والمصالح والمفاسد قبل أن تقرر الدخول في معركة، وإلا صرت غويا مبينا. فاستغفر موسى صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بالظلم، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وتأمل هذا التعليل لتعلم أن الباب مفتوح لكل مستغفر تائب ظالم لنفسه. لم يقل: فغفر له إنه نبي كريم، إنه كليم الله، إنه من الصالحين، وإنما قال: إنه هو الغفور الرحيم. فالأمر ليس راجعا إلى العباد، بل إلى صفة الرب سبحانه وتعالى، صفته وفعله بعباده المؤمنين التائبين: إنه هو الغفور الرحيم. فأنت إذن مؤهل لذلك، ولكن نريد أن نقف كثيرا عند هذه النقطة. أي ظلم من هذا الذي ظلمه موسى صلى الله عليه وسلم لنفسه، أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، رغم أن المعطيات كلها تدل على استحقاق هذا للقتل، لكن القضية ليست مجرد فعل غير محسوب العاقبة، لابد وأن يكون الأمر فيه النظر إلى المآلات، فيه موازنة المصالح والمفاسد، فيه النظر إلى مصلحة المسلمين المستضعفين الذين يمكن أن يتحول هذا الحادث إلى سبب لمزيد الاستضعاف ومزيد البلاء عليهم، قبل أن نتخذ موقفا ونقرر قرارا. والعجب أن هذا الأمر ظل مع موسى صلى الله عليه وسلم حياته، حتى قال لفرعون حين كان يمتن عليه بأنه لم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل، وأنه قتل نفسا وهو من الكافرين نعمة فرعون عليه، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. نسب نفسه إلى الضلال بالنسبة إلى ما كان حصل له بعد ذلك من أنواع الهداية، فإن الهداية لسماع كلام الله عز وجل وإيتائه الكتاب ليس لها نظير في العالمين في ذلك الزمن، ولا يناظره في فضيلته ألا يفوقه إلا إبراهيم، وأعلى منه محمد صلى الله عليه وسلم. وظل موسى أيضا متذكرا هذه الواقعة في عرصات القيامة، حين يستشفع به الناس ويقولون: أنت موسى قربك الله نجيا وكلمك وأوحى وكتب لك التوراة بيده، فيقول: نفسي نفسي نفسي، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى
صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان يرتكب ما يضر المسلمين ضررا بالغا، ويلوم دائما من ينتقده في ذلك، كذاك الإسرائيلي الذي يضر المسلمين بالفعل ضررا هائلا، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهي تحتمل معنيين وكلاهما صحيح، إما أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين الذين لا يحسبون مآلات الأمور ويعرضون المسلمين للمخاطر ويعرضون أنفسهم للأضرار وأمتهم بمشادة من لا يقدر عليه كل يوم، أو لن أكون ظهيرا للمجرمين للفراعنة الظالمين الذين استعبدوا بني إسرائيل. فكوني اعترفت على نفسي بالظلم إذ قتلت منهم رجلا لم أمر بقتله لن يدفعني إلى موالاتهم أو الركون إليهم بالرضا بما هم عليه وبمتابعتهم عليه، فهذا معنى الركون وليس كما يزعم المضلون في زماننا من أن الركون هو ترك الصدام مجردا، حتى ولو كانت مقاييس الصدام دائما وحساباته تؤدي إلى الضرر البالغ على المسلمين، وإنما لن أكون ظهيرا لهم موافقا لهم على ظلمهم وعدوانهم، ولن أتحول لأن الرجل الذي قتلته منهم لن أتحول إلى نصير لهم، وكلا المعنيين صحيح. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. سبحان الله، واحد من المؤمنين في الظاهر من الطائفة المؤمنة المسلمة المضطهدة، ولكنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه ويستنصر ويستصرخ إخوانه المؤمنين أغيثونا. وموسى صلى الله عليه وسلم عاطفة نصرة المظلوم قوية جدا، وهي عبادة عظيمة، لكن لا بد أن توضع في وقتها وفي صفتها حتى لا تزيد الظلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى ياسر وسمية وعمارا يعذبون ويقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، ولم يفكر في أن يقتل الذين يعذبونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أصعبها من موازنات وما أشقها من أحوال تعتمل في صدر المؤمن، لأنه يغيظه ظلم الظالمين ويحصل في قلبه وصدره مرض الألم من عدم قدرته على الدفع، إلى أن يأذن الله عز وجل بما يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، لكن ليس في كل وقت، فإن هذا الغيظ لا بد وأن يوضع في موضعه وفي موازناته. وموسى صلى الله عليه وسلم غلبه ما كان يجد من الشعور بالظلم، فانطلق رغم معرفته بغواية الرجل الإسرائيلي إلى أن يدفع عنه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سبحان الله، نوعية عجيبة دائمة الاتهام للآخرين مع كونها تتسبب في الفساد، إرادتها ليست صادقة، إرادتها الغواية وليس الهداية، إرادتها الفساد ومع ذلك تدعي الصلاح. ظن الإسرائيلي أن موسى لما قال له إنك لغوي مبين ورأى في عينيه قوة الغضب التي رآها بالأمس حين قتل الرجل، وقد كان قتله خطأ إنما يريد دفعه
ولكن كانت اللكزة قوية، الوكزة كانت قوية، قضى عليه بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. انظروا إلى حساب النفس بهذه الطريقة العجيبة. رأى الإسرائيلي شدة الغضب في وجه موسى فظن أنه يريد قتله هو، وبنى على هذا الظن الذي لم يكن هناك أي قرينة عليه، وإنما هو مجرد وهمه في أن موسى يريد قتله. كما تسمع كثيرا ظلما وعدوانا ممن يقول لك: أنت أي يدك مرتقة بالدماء. أي دماء؟ إنما كنا نسعى إلى حفظها ومنع سفكها. وبعد ذلك يقول لك القائل: أنك أنت الذي قتلتنا. زادوا على ما قال الإسرائيلي: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وفضح السر الذي لم يكن يعلمه أحد في هذا القتيل الذي وجد، أفضى بالمعلومة إلى العدو، لأنه توهم وظن ظنا مجردا مذموما أن موسى يريد قتله. وزعم أنه مطلع على نية موسى، وأنه ليس له إرادة إلا في الجبروت، وليس له أي إرادة في الإصلاح. هكذا ترد هذه النوعية من الناس، دائما يتهمون النيات. انظروا إلى الأفعال والأقوال قبل أن تنظروا إلى النيات التي تزعمون الاطلاع عليها كذبا وزورا، لا يعلمها إلا الله. هنا تبين أن موسى صلى الله عليه وسلم لا يحتمل البقاء في أرض مصر وسط هذا الكم من الاستضعاف، وأن يمسك غضبه، وأن يظل محافظا على ما كان من مكاسب لبني إسرائيل بوجوده كابن لفرعون. سيحصل ضرر كبير، كما أن موسى صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تربية جديدة من ربه عز وجل يصلحه بها بقيادة أمة سوف تنقل من مرحلة استضعاف إلى مرحلة تمكين، وسط كمية هائلة من الامتلاءات العظيمة. فكان لابد من توفير بيئة أخرى يهدأ فيها موسى صلى الله عليه وسلم. نقلته نقلة عظيمة 10 سنوات من رعاية الغنم في أرض مدين، ليعود موسى صلى الله عليه وسلم بحال أكمل وصبر أعظم واستعانة بالله أشد، فيما كان لا يقدر على تحمل الصبر عليه. موسى صلى الله عليه وسلم لم يصبر على ما رأى من اعتداء فرعوني على إسرائيلي، وغلبته عاطفته مرة ثم مرة. وبعد أن ربي التربية الإلهية الربانية العظيمة 10 سنين في رعاية الغنم، والنظر في الكون الواسع وشهود حكمة الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه، عاد محتملا ما لم يكن يحتمل. تحمل الفراعنة وظلمهم وعدوانهم وظلمهم واستضعافهم لبني إسرائيل، وفي يوم من الأيام تحمل أن يرى نحو 80,000 من أتباعه المؤمنين الذين أسلموا حديثا وهم السحرة سابقا، المؤمنون لاحقا، يقتلون أبشع قتلة بأن قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا في جذوع النخل أمام العالم. وجد فرعون من يطيعه في فعل ذلك في آلاف، في عشرات الآلاف من المسلمين، لا لشيء إلا لتهمة باطلة
إن هذا لمكر مكرتموه في مدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. مع أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يقل قط أنه يريد إخراجهم من أرضهم، وإنما يريد إخراج بني إسرائيل. وإن أمنتم فبها، وإلا فأخرجوا بني إسرائيل معي ولن نشارككم في أرضكم. لكن فرعون يستغل حب المصريين لبلادهم وما فيها من الخير، ويهيجهم إلى عدو مخترع يريد أن يخرجهم من أرضهم. سبحان الله، قتل السحرة ولم يكن رد فعل موسى صلى الله عليه وسلم مثل رد فعله يوم قتل الفرعونين، لأنه قد تهيأ وأعد لقيادة أمة هو مسؤول عن جميعها من بني إسرائيل. كان رد فعله رغم أن الملأ أعادوا على فرعون التهييج ضد بني إسرائيل، أتذر موسى وقومه لفرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ماذا كان رد فعل موسى؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ليس عندنا إلا الأذى، سئمنا ذلك الاضطهاد، سئمنا قتل الأولاد واستحياء النساء خادمات ومضطهدات. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. شؤون عظيمة القدر أن ينظر الإنسان إلى طغيان الطغاة كسبب من أسباب هلاكهم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ووالله لن تمر الجرائم التي ترتكب ضد أهل الإسلام بلا عقوبة. الناس ينسون قد فعل شارون بالمسلمين وبأهل فلسطين في لبنان وغيرها ما لم يفعله غيره قبله بهذا الإجرام بهذا الحجم. ونسي الناس كيف ظل أكثر من 10 أعوام ما بين الموت والحياة، لا يموت ولا يحيا، إلى أن قضى بعد عذاب طويل كأنه عذب بكل نفس قتلها ظلما وعدوانا، فضلا عما ينتظره يوم القيامة. هل هو في قبره الآن كيف ينال أن ألوان العذاب؟ وكذلك سيفعل الله عز وجل، نجزم بذلك إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا بمن ظلم المسلمين في فلسطين وفي غزة واعتدى عليهم. نسأل الله أن يدمر اليهود تدميرا، فقد أصبح الذي يأخذ دور فرعون في زماننا نتنياهو ومن معه ورؤوس الكفر في العالم الغربي، فإنه فراعنة هذا الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل إنه فرعون هذه الأمة. دل ذلك على أن لكل أمة فرعون، طاغ، مجرم، ظالم، قتال، سفاك للدماء. فمن كان فيه هذه الصفات فهو فرعون، وإن لم يكن مصريا. فأبو جهل لم يملك مصر، وإنما قال فرعون هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، لأنه اقتدى بفرعون في جبروته. وقد قال الله عن فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهم يدعون إلى النار بسلوكهم وعملهم الذي يقتدي بهم الجبابرة والطغاة عبر الزمان.
ثم كان الانتصار العظيم الأول في يوم الزينة لما جاء السحرة مجتمعين ونصحهم موسى صلى الله عليه وسلم أولا لأن لا يفتروا على الله كذبا فيسحتهم بعذاب وقد خاب من افترى، لكن موازينهم كانت مختلفة تماما. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، مستمرون على الكذب، مستمرون على صناعة خطر وهمي، يجيشون الناس ضده. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أي مثالية في هذه الطريقة التي يقسم فيها الناس ظلما وعدوانا إلى شيع وطوائف، تعذب طائفة وتستعبد الباقي، أي يستعبد الباقون أيضا. فإنهم قال لهم فرعون ما علمت لكم من إله غيري فوافقوه، وقال أنا ربكم الأعلى فوافقوه وصاروا عبيدا عنده، نعوذ بالله. والعجب أنهم يرون الآيات ولا يتعظون ولا يقبلون ولا يفكرون، حتى كان العمى الذي أصابهم يوم عاشوراء حين اقتحموا البحر خلف فرعون لينالوا جزاءهم. قال سبحانه وتعالى عنهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هل من يستعلي يفلح؟ لكنها الموازين المختلة عند القوم المجرمين الظالمين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. حتى موسى صلى الله عليه وسلم سحر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، رأى بعينه أن العصية والحبال قد صارت ثعابين، وهو يعلم يقينا أنها ليست كذلك وأن هذا ليس في قدرتهم، ولكنه خاف على الناس أن يقبلوا ذلك. هذا الجزء من القصة غير مذكور إلا في هذا الموضع من سورة طه، حال موسى صلى الله عليه وسلم شخصيا حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم مقسمين بعزة فرعون على أنهم ينتصرون ويغلبون، أو ببركة توجيهات فرعون وعزته في الملك سننتصر. فأوجس في نفسه خيفة موسى، شيء فطري طبيعي، خاف أن يقبل الناس ذلك الباطل، وقد استرهبوا هؤلاء الجموع كلهم. قال عز وجل وجاءوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أوقعوا الرهبة في قلوبهم، طلبوا أن تقع الرهبة في قلوبهم، وجاءوا بسحر عظيم. سحر قال الله عنه أنه سحر عظيم، شيء بلا شك شديد. عشرات الألوف من السحرة كل منهم معه عصا في موقف هائل، مساحة واسعة تحولت كلها إلى ثعابين ترهب الناس. وانظروا إلى شكل فرعون وهو فرح فخور بأن السحرة قد أتوا بمثل ما أتى موسى به ليرد عليه دعوته ويرد عليه الأدلة الفطرية والعقلية والسمعية في توحيد الله بهذا الباطل الذي أتى به السحرة. لكن المشهد تكتمل بما ذكر الله في السور المختلفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكان هذا الوحي المباشر تثبيتا من الله
لقلب موسى صلى الله عليه وسلم، وأن موسى هو الذي سينتصر، وأن ما معه من آيات الله سبحانه وتعالى سوف يغلب بها، كما قال الله له حين كلفه بالمجيء إلى مصر: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فأيقن موسى بذلك، ثم خاطب السحرة قبل أن يلقي ما معه، فقال سبحانه وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه في سورة يونس فقط التي فيها كلام موسى للسحرة قبل أن يلقي ما معه، ما كان في نفسه في سورة طه، ما قال لهم قبل أن يلقي في سورة يونس: ما جئتم به السحر، ما جئتم به هو السحر، إن الله سيبطله، يقين بوعد الله عز وجل، إن الله لا يصلح على المفسدين، قاعدة كلية، الفساد سيحبط، لا يصلح الله عمل المفسدين. وقاعدة أخرى أعظم: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. في كل زمان وفي كل مكان هذه القواعد الكلية. وأما ساعة الإلقاء فهي في سورة الأعراف، قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فكل لحظة فيها وحي. كان هناك التثبيت أولا، ثم مواجهة أهل الباطل بأن باطلهم سيضحل، ثم الإلقاء، والكل بالوحي. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك، ألقاها موسى فإذا فإذا عشرات الألوف بل أكثر، مئات الألوف من الثعابين الوهمية تلتقمها عصا موسى التي صارت ثعبانا مبينا، فإذا هي تلقف. وتأمل في تلقف، فإنها تدل على السرعة والقوة ونحو الباطل بسرعة. فإذا هي تلقف ما يأفكون، كل هذه الثعابين زالت في لحظة، فوقع الحق، ثبت الحق، وبطل ما كانوا يعملون. كان ممكنا أن يكون الثعبان الحقيقي الذي تحولت إليه عصا موسى أن يقتحم على فرعون وهامان ويأكلهم ويبتلعهم كما ابتلع عشرات الألوف، مئات الألوف أكثر، لأن كل واحد من 80,000 أو نحوهم من السحرة كان معه عصا وحب، يعني 160,000 ابتلعهم الثعبان في لحظات، وصار المكان كاملا مسرحا لهذا الثعبان الوحيد. كان يمكن أن يهجم على فرعون ويأكلها وتنتهي القصة، ولكن هناك مراحل أخرى من الابتلاء. فأمسك به موسى فإذا هي عصا مرة أخرى، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ثبت الحق واضمحل ما كانوا يعملون. انظر إلى الوجوه المختلفة، وجه فرعون وهامان وملئه، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ذل عجيب، هوان لا يدري ماذا يفعل ولا يدرون ماذا حدث، صغار شديد، هزيمة. انظر إلى ناحية أخرى من هذا المشهد العجيب، السحرة، قال تعالى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. نزلت نعمة من الله عز وجل على هؤلاء السحرة بعد أن كانوا لا يريدون إلا القرب من فرعون والأجر منه، والدنيا هي التي تحفزهم، والكبر والاستعلاء بالباطل هو الذي
يهدفون إليه إذا بالإيمان يقذف في قلوبهم ويتتابعون على السلوك. فعلا أريد أن ألتقي بهذا الساحر الأول الذي سجد، فتبعه السحرة متتابعين. كيف كان شعوره؟ ما الذي دفعه إلى هذا السجود؟ رجل فذ بلا شك، غير مذكور، لكنه بالتأكيد كان موجودا. تتابع السحرة عشرات الألوف يسجدون لله رب العالمين، رب موسى وهارون. له الحمد عز وجل، نحمده ونستعينه، له الحمد سبحانه وبحمده على نعمة النصر لموسى وثبوت الحق واضمحلال الباطل، ونحمده على تغيير قلوب السحرة بهذه السرعة العجيبة، حتى جهروا بالحق جميعا وتغيرت موازينهم بالإيمان تغيرا عجيبا. قد كانوا يعرفون ما يقوله موسى ولا تلتفت قلوبهم إليه، ثم التفتت فجأة بما ألقى الله في قلوبهم من الإيمان، التفتت إلى الحقائق الإيمانية. قال عز وجل: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأما كلامهم بالتفصيل في سورة طه فعجب، تعرف كيف تغيرت القلوب بقدرة مقلب القلوب سبحانه وتعالى عندما هددهم فرعون بالعقوبة الفظيعة، افترى الفرية والتهمة الباطلة: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وكذا قال سبحانه وتعالى في سورة طه: قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذا الإجرام الذي يتكرر في أزمنة مختلفة، عندما يرى إنسان أن الناس لا ينبغي أن تؤمن إلا بأن تستأذنه فيأذن لهم في الإيمان. هذا فرعوني المذهب، يقول: لا تعمل الطاعة حتى تستأذنني وأصرح لك. فرعوني المذهب، الطاعة لا تحتاج إلى إذن من بشر. قال آمنتم له في سورة الأعراف، فيها معنى الإنقياد. آمنتم به معنى التصديق، وآمنتم له معنى الإنقياد، لأن معنى أسلمتم له أمركم. آمنتم به صدقتم، فحقيقة الإيمان قول وعمل، وأصل ذلك قول القلب وعمل، ثم التعبير عن ذلك باللسان. قال سبحانه وتعالى في سورة طه: لا فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كأن فرعون من حيث لا يشعر ضمن كلامه ما يجعل السحرة لا يستجيبون لذلك الكلام. من الذي هو أشد عذابا وأبقى؟ إنها لحظات وتنتهي الحياة، فأما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى، عذاب الله أشد وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي خطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر،
الله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجة العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. عجب عجب والله هذا التغير العجيب، من أين أتوا بذلك؟ كانوا يسمعون موسى يقول هذا ولكن لم تلتفت له القلوب، الآن التفتت بفعل مخلب القلوب بهذه القلوب. ولذلك قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، ألقوا، الله الذي ألقاهم سبحانه وبحمده له الحمد عز وجل. لعلنا نستكمل غدا إن شاء الله بقية القصة حتى نقول أذكار المساء. بعد ساعات من الآن تحل ذكرى بداية الاستعداد للرحيل، تلك المعجزة الإدارية، كيف تحرك 600,000 في ساعات الليل مرة واحدة، فيهم الضعفاء، فيهم النساء، فيهم الأطفال، المرضى الذين قضوا عمرهم في أسوأ الأعمال حتى مرضوا، كلهم يتحركون في ساعة واحدة. أمر عجيب أذكره غدا إن شاء الله في نفس الموعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.